这块。我这块。المنسق الوطني ديال الجمعيه المغربيه ما تقش ارضي للدفاع عن الحقوق والحريات، رئيس لجنه حقوق الانسان بمفوضيه الاعلام بالمملكه المغربيه وعضو اقليمي بالشرق الاوسط، ممثل ديال الاتحاد الدولي لحقوق الانسان المقر ديالو بالمكسيك. اليوم اتواجد ب ورشات وبالضبط قرب الغولف الملكي. اليوم اللي كنتواجد وسط واحد الغابه اللي اليوم احنا كنتاسفوا ونستنكر كذلك وندين بشده ان اليوم كنشوفوا استنزاف الثروات الطبيعيه. مجموعه ديال الاشجار هنايا اللي تم القطع ديالها بواحد الطريقه عشوائيه، ما عرفتش علاش. اليوم اللي كنشوفوا احنا ببعض المنازل هنا اللي القرب ديال هاد الغابه هذه اللي كاينه في السد المنصور الذهبي الاقليم ورزازات، خاصهم يتحركوا، خاصهم يديروا على الاقل يديروا واحد الحارس هنايا ديال المياه والغابات. راه كاين واحد الدار هاي هنا، شنو هاد الدار شفناها مهجوره. اليوم بعد تجول ديالنا وسط هاد الغابه هذه اللي بقى فينا احنا الحال ان نشوفوا اشجار اليوم تحتضر. اليوم الاشجار كتموت، باش كتموت؟ ما كاين حتى شي عنايه. فين هما التوصيات ديال سيدنا الله ينصرو، ديال الخطابات لا ديال العرش ولا ديال البرلمان؟ فين هو هذا المخطط الاخضر؟ فين هو هذا الحفاظ على الثروات الطبيعيه؟ هذا الشيء راه كله قالوا سيدنا الله ينصرو، ولكن هاد المسؤولين هادو ديال المياه والغابات ولا ديال وزاره الفلاحه على صعيد الاقليم ديال ورزازات واللي كنحملوهم المسؤوليه، ما يقع بهاد الغابه هادي اللي قرب الغولف الملكي. يعني ملي كنقولوا الغولف الملكي كنقولوا سيدنا الله ينصرو. هنا راه دومين رويال، هنا راه خصنا نحافظوا عليه، هنا راه خصنا نعطوا واحد الصوره جيده ديال سيدنا الله ينصرو. راه ماشي هنا كنشوفوا هنا العشوائيه، غير اللي جا كيجيب المنشار ديالو هنا بالليل وكيبدا يقطع لينا هنا في الاشجار هنايا، وهاد الاشجار حنا خصنا نحافظوا عليها. راه خصنا نحافظوا على البيئه ديالنا. علاش دارت هاد الاشجار هادي؟ هاد الاشجار دارت هادي وكتخسر عليها الملايين الملاير عباد الله. راه اللي جينا نشوفوا هاد الاشجار هادو اللي كتشوفوها اللي واقف فيهم انا كلهم ماتوا، ما كاين لا سقي، ما كاين لا محافظه عليهم، ما كاين حتى شي حاجه. اللي جا كيدخل هنايا كيقطع وكيدي، وخصوصا في فصل الشتاء وبعد الايام الاخرى ما عرفتش انا وقتاش هاد الناس كيدخلوا هنايا. وهذا الشيء راه موجه للسلطات المحليه على راسهم السيد القائد ديال اهل ورزازات اللي خاصو ينزل للارض الواقع ويجي يشوف شنو كيوقع هنايا في الغولف الملكي، واش كيوقع هنايا في دوار كشيط. وعندنا ما يدلي، وعندنا اثباتات، وعندنا صور. تواصلوا معنا وحنا غادي نعطوكم ما يفيد، ولكن حنا اليوم كحقوقيين وطنيين ودوليين كنستنكروا وكنديروا وكنحملوا المسؤوليه. القطاع الوصي وهو المياه والغابات ووزاره الفلاحه انهم يصيفطوا واحد للجنه هنايا تجي هنا دير واحد الزياره تفقديه وتشوف اش كيوقع هنايا. راه الشجر كلشي كيتقطع ليلا ونهارا، وكاينين مجموعه ديال المنازل اللي كاينه هنا في دوار كشيط اجيو تشوفوا راه الشجر ديال الغابات راه محطوط حدا الديور ديالهم.